بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله، فملأ الكون بنوره وضيائه، ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الأيام المباركة حجاج بيت الله الحرام يستعدون للسفر إلى البقاع المقدسة، قلوبهم تهفو إلى الله، وألسنتهم رطبة بالذكر، وحناجرهم تصدع بالتلبية، جميعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا تصدع أصوات حجيج بيت الله الحرام في كل البقاع، وهكذا كانت تصدع منذ القدم وستظل تصدع إلى قيام الساعة. ذلك هو الدين القيم عند الله جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، موضوعنا لهذه الصبحية نتحدث عن قصة حاج كان في العهد القديم، كان في القرن الأول من الهجرة في بلاد خراسان، شخصية معروفة بالإيمان واليقين، وهذه الشخصية هي شخصية أبي اليزيد البسطامي الذي يعرف بسلطان العارفين، ويعرف بأنه من أوليائه وأصفياء الله، من الذين أرواحهم تقتات بذكر الله، من الذين مشاعرهم تافو إلى مناجاة الله، من الذين قال فيهم المولى عز وجل أولئك الذين سبقت لهم منا الحسنى، والذين قال فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نتحدث عن قصة حج هذا الرجل وما الذي وقع له في حياته، لكن قبل ذلك، هذا الرجل يسمى أويسي التربية. ما معنى أويسي التربية؟ هو نسبة لسيدنا أويس القرني. أويس القرني هو سيد التابعين. النبي الكريم أوصى سيدنا عمر، قال له إذا وجدت أويس القرني فاسأله أن يدعو الله لك ويستغفر لك، وقال علامة أنه عنده كذا وكذا في يده، وأنه كان بارا بأمه، وأنه مستجاب الدعوة. وفعلا سيدنا عمر سيلتقي بأويس وسوف يسأله الاستغفار كلما اجتمع به. فنقول فلان أويسي التربية إذا كان على أخلاق أويس القرني الذي بشر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هكذا كان بطلنا لهذا اليوم أبو اليزيد البسطامي. منذ صغره اشتغل بالعبادة واشتغل بالطاعة، وهو صغير كان يصلي ويبكي ويكثر من الخشوع. سأله أحدهم فقال يا غلام كيف تصلي؟ قال أكبر بالتلبية وأقر بالترتيل وأركع بالتعظيم وأسجد بالتواضع وأسلم بالتودع. هكذا كان هذا الرجل يعبد الله تعالى ويعكف على تطهير نفسه وإزهاق رعونتها. ظل يترقى في معاريج الصفاء الإلهي حتى وصل إلى مقام يسمى عند أهل الله بمقام الفناء. ما معنى المقام الفناء؟ هو يلي مقام الإحسان. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا يسمى مقام الإحسان. أما مقام الفناء ما معناه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن سكت، فإن لم تكن تراه، بمعنى لا تكون فيك نفس. كان يقول أبو اليزيد البسطامي حضرة القدوس لا يدخلها أرباب النفوس. كل من يتحدث عن نفسه
ويرى نفسه بعين التعظيم محرمة عليه أن يدخل إلى مقام حضرة القدوس. حضرة القدوس لا يدخلها أرباب النفوس. اذكر ربك إذا نسيت. كان يعلم بأن من يسلك هذا الطريق ربنا عز وجل يهبه العلم اللدني، العلم الرباني. ليس العالم من يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظ صار جاهلا، بل العالم الرباني هو الذي يأخذ العلم من ربه أي وقت شاء دون دراسة ولا يكاد ينسى، لأنه يبقى راسخا في الذهن. هذا العلم الرباني يأتي ثمرة الإدمان الطاعة والمجاهدة والذكر. ألم يقل رب العزة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم؟ والله بكل شيء عليم، لأن علم الناس العلم الكسبي قد يعتريه الخطأ وقد يعتريه الجدل ويعتريه الخلاف، لكن العلم الرباني لا يدخله لبس ولا يعتريه خطأ. هذا الرجل أبو اليزيد البسطامي الذي كان يعيش في أرض خراسان في بداية القرن الثاني والنهاية الأول في 150 للهجرة بالضبط، أراد أن يسافر إلى الحج. وطبيعي أن من أراد السفر إلى الحج لابد أن يختار الرفقة الطيبة، أول شيء يختار الرفقة الطيبة، ثم بعد ذلك يتزود، يحمل معه المال والقوت الذي سوف يحتاج إليه في هذه الرحلة. طبعا يومنا هذا تغيرت الأوضاع، الإنسان كيخلص في الأول المسؤولين عن تدبير موسم الحج وهم يتكفلون له بكل شيء، بالنقل وبالإيواء وبالإطعام وبالخيام وبكل شيء. أيام زمان لم يكن هكذا، لم تكن هناك وكالات ولا وزارة مكلفة بالحج أبدا، الناس كانوا هكذا يسيرون بكل تلقائية، يبحث عن رفقة طيبة ويحمون نفسهم من مخاطر الطريق وقطاع الطرق، ويحملون معهم زادا كثيرا، لأن السفر قد يحتاج شهور ذهاب وشهور إياب. أبو اليزيد اختار رفقة طيبة وأخذ معه مالا وفير حتى يمكنه أن ينفق في هذه الرحلة قد تستغرق سنة، 5 أشهر ذهاب و5 أشهر إياب وشهرين إقامة. وبينما هو يسير في الطريق مر على منطقة بالعراق في البصرة، هو كان يسكن في خراسان، خراسان قريبة من إيران، وهو كان يذهب نحو الكعبة المشرفة في بلاد الحجاز. فلما وصل إلى منطقة البصرة في العراق، ومعلوم كانت هذه الأرض دائما فيها حروب، دائما فيها سفك دماء، دائما فيها صراع، فإذا به يلتقي ببعض الصالحين، قال له يا فلان ماذا تريد؟ يا أبا اليزيد ماذا تريد؟ قال أريد مكة المكرمة لزيارة بيت الله الحرام. فقال له هل معك زاد لهذا السفر؟ قال نعم معي زاد وفير وكثير. قال انظر إلى هذه البلدة، فيها فقراء وفيها أيتام وفيها أرامل وفيها ضحايا، إذا كنت تريد الذهاب إلى مكة المكرمة للقاء الله فإن الله تعالى موجود في قلبك، لا تبحث عن الله بعيدا، ابحث عن الله في قلبك، وانظر إلى دموع هؤلاء الأيتام ودموع هؤلاء الفقراء ودموع هؤلاء الأرامل. أبو اليزيد لما نظر إليهم تأثر تأثرا بليغا، وبدأ يعطيهم من الزاد الذي يريد أن يأخذه إلى البقاع المقدسة، بدأ يعطي بسخاء حتى استكمل واستنفد كل زاده. الرفقاء قالوا له يا أبا اليزيد ما تصنعه غير سليم، إنك الآن تبدر كل الزاد ولن تتمكن إلى الذهاب إلى البقاع المقدسة للقاء الله. فقال لهم إن الله موجود هنا بين هؤلاء الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، إني أرى في دموعهم دموع الله وإني لأسمع في صراخهم صوت الله، لن أبرح مكاني حتى أعطيهم ما أملك. فأعطاهم كل شيء
ولم يترك سوى جبته على ظهره ودابته. واستحضر هنالك أبو اليزيد الحديث القدسي الذي يقول فيه الحق جل جلاله: ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. الله تعالى عنده السماوات والأراضين لا حدود لها، فقال: ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. وهنالك شعر أبو اليزيد لما أعطى من زاده الذي يأخذه إلى الحج، أعطاه للفقراء كاملة، شعر بأن قلبه يفيض بالإيمان، شعر بأن قلبه يكاد يصير ينابيع متفجر من الإيمان. فترك الرحلة وعاد إلى بلده خراسان. فلما وصل إلى بيته شعر بتعب شديد، شعر بألم وحسرة، قال: يا ليتني ذهبت إلى البقاع المقدسة، يا ليتني وصلت إلى أرض الحجاز، يا ليتني رأيت الكعبة المشرفة وقبلت أستارها وطفت حولها، يا ليتني يا ليتني. ثم نام، وفي المنام إذا برب العزة يعطيه كرامات. يقول أبو اليزيد عن نفسه بأنه قد ارتفع عنه ستار الغيب، فإذا به يرى الكعبة المشرفة بين يديه، رآها قريبة منه وهي بعيدة بعد المشرقين، ولكنه كان يقول بين اليقظة والمنام: فإذا بي أرى الكعبة قريبة مني تنظر إلي. فأراد أن يتكلم، أراد أن يقول أي كلام، فقالت له الكعبة: انتظر. وقالت له: السلام عليك، هكذا يروي هو، السلام عليك يا أبا اليزيد. الكعبة سلمت عليه. المفروض أن المؤمن إذا ذهب إلى الكعبة المشرفة هو الذي يسلم على الكعبة، يقول: بسم الله، اللهم منك وإليك، واللهم إيمانا بكتابك وتصديقا، اللهم إيمانا بكتاب تصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويكبر ويسلم على الكعبة. لكن فوجئ أبو اليزيد بأن الكعبة هي التي بادرت وسلمت عليه، وقالت له: السلام عليك يا أبا اليزيد. أراد أن يقوم لكي يقبلها لكي يلامسها، فإذا به كما قال في الرواية قالت لي: مكانك يا أبا اليزيد، مكانك. ثم جاءت عنده الكعبة في المنام فطافت حوله، هو طافت حوله، فقالت له: إن لك قلبا من جوهر، قلبك كما قال في الحديث القدسي رب العزة: ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. طافت حوله الكعبة، ثم انتهت الرؤية المنامية. استيقظ أبو اليزيد وهو فزع، استيقظ وهو يرتعد، فلم يصدق هذه الرؤية. هذه رؤية قوية جدا، شحنتها الإيمانية لا يستوعبها بتاتا، فقال: سأفر الآن. قام من مقامه وذهب إلى المسجد، كان قريبا منه المسجد قبل الفجر، فجلس هنالك وقعد في المحراب ومد رجليه لأنه كان متعبا من أثر السفر. فإذا به يقول: سمعت هاتفا يهتف بي ويقول: يا أبا اليزيد، اعتدل في جلستك، ما هكذا يجلس في حضرة ملك الملوك؟ من يجالس ملك الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب. هنالك ازداد فزعه، سمع هذا الهاتف، فعلم بأنه قد صار في مقام الحضرة الإلهية، هذه الحضرة المباركة التي يدخلها المؤمنون، حضرة القدوس لا يدخلها أرباب النفوس. كل من تغاضى عن نفسه واقترب من الحق سبحانه وتعالى إلا وربنا عز وجل يعطيه هذه الكرامات، هذه البركات. وبعد ذلك بقي أبا اليزيد في بيته، وبعد مدة الله سبحانه وتعالى فتح له باب الأرزاق، رزق وفير، لأن الذي يتصدق على الفقراء والمساكين وعد من الله، وعد أنه سوف يخلف له ذلك بالأضعاف المضاعفة. ألم يقل رب العزة في كتابه العزيز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل
في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قال أبو اليزيد: لست أدري تلك السنة، تهاطرت علي الأرزاق وفتح لي الله تعالى أبوابا من أبواب العطاء، فجمع مالا وفير من تجارة وحركة، فأراد أن يقصد الحج، فقال: والله لو وجدت في طريق فقراء ومساكين لأعطيتهم أولا، لكن الله تعالى المال كان وفير والفقراء كانوا على قدر يسير، فوصل إلى الحج. يقول: أكرمني بفضل هذا العمل ربي عز وجل بثلاث حجات متتاليات، حج ثلاث مرات متتاليات، لكنه يقول بأن الحج الأولى لما رجع الناس أرادوا أن يهنئونه فقال: لا تهنئوني، فإني ذهبت إلى لقاء الله، فوصلت إلى مكة فرأيت البيت ورأيت زوار البيت، لكنني لم أرى رب البيت. أنا ذهبت عند الله جل جلاله، فعلا وصلت إلى الكعبة فوجدت البيت ورأيت البيت ولمست البيت وحسست بالبيت، ثم رأيت زوار البيت القادمين من كل الآفاق، لكن رب البيت لم أره. إذن عوض أن تهنئوني على حجي عزوني. في السنة الموالية جمع مالا وفير أيضا، ووفقه الله تعالى وذهب إلى الحج مرة ثانية، فقال: حينما صرت هنالك رأيت البيت ورأيت رب البيت ورأيت زوار البيت، فقلت: لا حقيقة للتوحيد بعد، ينبغي التوحيد الخالص، أنك تغيب عن الدنيا لا ترى بيتا ولا زوار بيت، لا ترى إلا رب البيت. فلما رجع الناس أرادوا أن يهنئونه فقال: لا تهنئوني بل عزوني، لم أصل بعد إلى مبتغاي. وفي المرة الثالثة لما حج قال: فلما وصلت لم أرى البيت ولم أرى زوار البيت، لم أرى إلا رب البيت. هنالك قال: شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفذ الشراب ولا رويت. هنالك بدأ يشعر بأنه في مقام رفيع. قال: كنت أدعو الله تعالى أمام الكعبة، فإذا به يسمع هاتفا يقول له: يا أبا اليزيد، ماذا تريد؟ أتريد المال؟ أعطيناك من المال ما تشاء. أتريد قصورا؟ ملكناك قصورا. أتريد نساء؟ أعطيناك نساء. ماذا تريد يا أبا اليزيد؟ فقال: يا رب، أريد ألا أريد، أنت المراد وأنا المريد. وأنشد قائلا: عجبت لمن يقول ذكرت ربي، وهل أنسى فأذكر من نسيت. هكذا صار أبا اليزيد كثير الذكر منذ ذلك اليوم. قال: لم أزل منذ 30 سنة كلما أردت أن أذكر الله أتمضمض وأغسل لساني إجلالا لذكر الله. وكان كل مرة يقول: رأيت رب العزة في المنام، فأقول له: يا رب، كيف الوصول إليك؟ فكان يقول له: اترك نفسك وتعال، ففروا إلى الله. هكذا كان يقول: هذا فرحي بك يا الله، وأنا أخافك، فكيف فرحي بك إذا أمنتك؟ قال: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي، حتى سقتها إليه وهي تضحك. قال: إذا جاء حب الله يغلب كل شيء، لا حلاوة للدنيا ولا حلاوة للآخرة، الحلاوة حلاوة الرحمن، إن لله خواص من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاث بالخروج من الجنة كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار. كان كثير الاقتراب من الحق سبحانه وتعالى. والسر الذي أوصى به أبو اليزيد هو تطهير النفس، غير نفسك، اصلح نفسك، وسترى عجائب قدرة الله. النفس تنظر إلى الدنيا، والروح تنظر إلى العقبة، والمعرفة تنظر إلى المولى، فمن غلبت نفسه عليه فهو من الهالكين، ومن غلبت روحه عليه فهو من المجتهدين، ومن غلبت
معرفته عليه فهو من المتقين. ذاك هو أبو اليزيد البسطامي سلطان العارفين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونذكر كالعادة بأرقامنا الهاتفية. الموضوع رهن إشارة الجميع وهي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. فمرحبا بكل المكالمات، ونبدأ بأولها من إقليم مراكش مع للا حليمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ، كيداير لاباس؟ مرحبا للا حليمة، شكرا على النصائح ديالك. العفو للا، الله يجزيك بخير. عندي لك واحد الأسئلة. مرحبا. أنا واحد السيدة مغطية وجهي، إيه؟ ديال النقاب. نعم، ولكن كنشوف في المثل هكا عن مرا جاي خالو، فهمتي؟ نعم. واش يزوج ولا ما يزوج؟ وخال الله بإذن الله الحليمة. وواحد السؤال آخر، واحد السيدة أختي نيت من عائلتي كانت مرتية وشهيداته. نعم. واش ليها شي إثم ولا ما عليهاش؟ إياه بإذن الله. واخا الله يحفظك، عندي شي أسئلة الله يجزيك بخير. شكرا لك للا حليمة، بارك الله فيك وحفظك ورعاك. أختنا حليمة زادك الله إيمانا كتسول على قضية النقاب. المفروض في الشريعة الإسلامية هو الحجاب، أما النقاب هو كيقول العلماء هو شرط كمال وليس شرط وجوب. ربنا عز وجل كيقول لنا في كتابه العزيز في الأول قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الصيغة جاءت ما فيهاش الإلزام، هي فيها بحال كأنها اختيارية. يا أيها النبي، الخطاب موجه لمن؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مقام النبوة يفترض بأن آل بيته ومن هم حوله يكونون محتشمات. وجاءت الصيغة بصيغة الأدب وصيغة الاختيار ليس إلزام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بعدها ربنا عز وجل قال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى أن قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمور يعني هو الخمار، جمع خمار، على جيوبهن. الجيوب هو الجيب ديال الصدر، كان من علامات الجمال عند العرب المرأة التي تبرز صدرها، فكانت الخياطة والفصالة والمود ذاك الزمان أن الصدر يبقى عريان باش تبان المرأة بأنها جميلة وحسناء. فأمر الله تعالى بأن يضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني من العنق والصدر ديالهم. ثم جاءت هناك بعد ذلك مجموعة من التوجيهات إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. قال لهم بأن المرأة إذا بلغت السن ديال الرشد وبانت فيها الملامح ديال الأنوثة ينبغي أن تستر نفسها وتلبس الحجاب الكامل. فالحجاب هو من ضروريات الشريعة الإسلامية، ليس فيه خلاف ولا جدال، باستثناء بعض المثقفين المحدثين يقولوا بأن الآيات والأحاديث اللي جت في الحجاب لا تدخل في إطار الفرض والإلزام، وإنما هي في السياق الاختيار. هذا كلام ديال بعض المثقفين المحدثين في التيار الإسلامي حتى، ولكن يبدو بأن الأمر غير ذلك. فهو من ضروريات الشريعة الإسلامية المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن نرى منها إلا هذا وهذا، الوجه والكفين. أما قضية النقاب فهذا أمر اختياري، لأن في السنة النبوية الشريفة لطالما وجدنا النساء الصحابيات بعضهن يرتدين النقاب والبعض الآخر لا. مثلا لما كان النبي الكريم يخصص
كل أسبوع جلسة مع النساء، وكان يخاطبهن مباشرة. مرة قال: يا معشر النساء، كانت سيدنا النبي جاءته شكايات من عند الرجال، مجموعة الرجال يشتكين من تصرفات أزواجهن. كانت واحد الأفكار إيديولوجيات تسود في المجتمع النبوي الأول، والمرأة أصبحت شيئا ما صارمة وعنيدة، وكثرت الشكايات. أراد النبي الكريم أن يجد حلا لهذا الوضع فأعطى توجيه، قال: يا معشر النساء، تصدقنا، أكثرنا من الصدقة، فإني قد أريتكن أكثر أهل جهنم. فقامت امرأة سعفاء الخدين وقالت: لما يا رسول الله؟ حتى سمعت قرقع الدمالجها. نظر إليها ثم أطرق إلى الأرض فقال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. يعني هؤلاء النسوة يكثرن اللعن، فيهم السب والشتم، وديما عندهم العناد هو الأول، وتكفرن العشير. كتقول لزوجها: أجدرت ليا، إحدى كنا تنكر فضل زوجها عليها. فالشاهد عندنا أن المرأة التي اعترضت وقالت لما يا رسول الله كانت سعفاء الخدين. ما معنى سعفاء الخدين؟ يعني خديها تميلان إلى الحمرة. الراوي أبو هريرة لما يروي يؤكد بأنها لم تكن منقبة، هذا معنى أنها النقاب كان أمرا اعتياديا، كان أمر. وهؤلاء الفقهاء هكذا قالوا بأنه هو شرط كمال وليس شرط وجوب. متى المرأة تستعمل النقاب؟ غالبا الفقهاء يقولون إذا كانت حسناء، إذا كانت جميلة، إذا كانت ملفتة للانتباه، ثم تخالط الرجال. امرأة خدمة في السوق كتبيع وتشري وهي جميلة جدا، أكيد أنها سوف تفتن الآخرين فتتنقب. أو امرأة تشتغل في إدارة ويأتي عندها زبائن، أو في شركة أو غير ذلك، فهذه تفعل النقاب من باب. ثم هناك زوجات الأسياد والأعيان معروفين، كيبغي من الوقار الرجل اللي هو يموقر، كيبغي ما تكون موقرة. هذه كلها عادات وتقاليد مجتمعية ليست لها علاقة بالشريعة، وإنما الشريعة فرضت فقط أن المرأة تستر نفسها باستثناء الوجه والكفين. فلالة حليمة إلا كنت دير النقاب وكشفتي أمام عمي زوجك وخالي زوجك، لا شيء عليك لأنه اختياري. وكذلك صديقتك اللي كانت دير النقاب واحد النهار ومن بعد حيدته وكتفت بالحجاب العادي، لا شيء عليها، لأنه أصلا هو غير نافلة، ليس واجبا. الواجب هو الحجاب العادي، هو أن المرأة تستر شعرها ويديها وساقيها، تلبس لباس لا يكون شفاف، لا يصف ولا يشف، يكون فضفاضا. وأسأل الله تعالى أن يستر بناتنا وأخواتنا وأماتنا، ويسترنا معهم في الدنيا والآخرة، ويجعلنا من الذين يغضون أبصارهم عن محارم الله. اللهم آمين يا ربي يا كريم. ونتحول من مراكش إلى إقليم رحمنا مع للا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عمي، كده الله يبارك بنتي. كده بس هلك دليل الوليدات. الحمد لله، شكرا لله. أنا فرحانة اليوم حلت لي الخط معك. يا أهلا وسهلا بك. عفت عمي، عندي واحد السؤال. مرحبا. وش صلاة الفجر تصلي وقبل الأذان من بعد ولا تيأت الأذان الصبح؟ واخا بإذن الله. وبغيتك عمي تدعي معايا، راني محتاجة الدعوة ديالك. يا رحمن الرحيم يا ربي بنتي منى، يا ربي يا كريم. وبغيتك تفسري لي شي أحلى، الله يرحمك الوالدين، تقول لهم ما يقطعش عليا الخط. واخا بنتي مرحبا. الحلمة الأولى عمي، أنا عندي بزاف المشاكل. الأستاذة المخرجة تقول لي برأسها هكذا، معناها أنها ما عندها رخصة لتفسير الأحلام. معذرة معذرة معذرة، لا إله إلا الله، معذرة بنتي منى. والسبب هو أن إدارة البرنامج كنا واحد الوقت فتحنا باب الأحلام، فإذا بجميع المكالمات كتكلم على تفسير الأحلام، وإحنا بغينا نبقوا في اليقظة لأن الأحلام لا تكاد تنتهي. إلا بقينا في اليقظة نتفقه في الدين، نطرح مشاكل المجتمع، مشاكل الأسرة، مشاكل النفس، نتناصح فيما بيننا. الأحلام عموما بنتي منى هي على أنماط ثلاثة كما ذكرت من قبل، ثلاث أنماط الأحلام. هناك الصنف الأول وهو قليل جدا، تسمى الرؤية من الرحمن، هذه صنف قليل. ربي عز وجل حينما يحب عبدا أو أمة كيرسل له رسالة، مساج، كتكون رؤيا، الرؤيا من الرحمن.
وهذيك وهذيك الرساله كتكون فيها دلالات وفيها معاني وخصو لابد ينتبه ليها ويحفظ الرؤيه ويعمل بها. كتكون مبشرات، مثلا كان يرى نفسه يطير في السماء بشرب الحج، يرى بانه نور فوق راسه شهره، اذا لا قدر الله شاف شي احلام اخرى مخيفه، تساقط اسنانه، موت قريب، قطع الشعر ديالو، قطع علاقه عاطفيه، وهكذا مجموعه ديال الدلالات. وهناك النوع الثاني من الرؤى، هي الرؤيه من الشيطان، هناك الرؤيه من الرحمن، ربي بغى يقول لك واحد الرساله تثبت في قلبك. الرؤيه الثانيه من الشيطان، هذاك فزع، ابليس في النهار كيجينا بالوسوسه وبالليل كيجينا بالفزع، ما ندوش عليه، نقول اعوذ بالله من شر ما رايت، هذا غير فزع ما نديش عليه، نستعد بالله منه. واكثر من 90% من الرؤى المناميه هي اضغاط احلام. ما معنى اضغاط احلام؟ كاين الرؤيا من الرحمن النوع الاول، والنوع الثاني الرؤيا من الشيطان، والنوع الثالث اضغاط احلام. ما هي اضغاط احلام؟ هي حديث النفس، كيكون الدماغ ديالنا محدود، لا كاباسيتي ديال لو سيرفو محدوده، الدماغ عندنا على قد الحال، الدماغ ديالنا اللي نفخناه راه كيوصل الى حجم اكبر ملعب كره قدم في العالم، وخزان للمعلومات. هذه المعلومات لما تكثر وتفيض، والصور الذهنيه وغيرها، فانه يتخلص منها، كيدير سوبريمي، كيدير تخلص، كيحيد مجموعه الرؤى، مجموعه ديال الصور الذهنيه، فتخرج على سبيل الرؤى المناميه. لهذا نرى في اضغاط احلام رؤى مناميه عبر شريط كالشريط السينمائي، لكنه غير واضح وغير مترابط وما فيه وحده وعضويه. هذا اضغاط احلام ما ندوش عليه. والله يحفظك بنتي منى. جوابا على سؤالك، صلاه الفجر واش نقولها قبل الاذان وبعده؟ لا، الفجر يكون بعد الاذان، لان احنا كنتسناو الاذان الذي يؤذن بدخول وقت الصلاه. لما يرتفع الاذان كنقول الان دابا الان دخل وقت الصلاه. ماذا نفعل؟ خصنا نتبعوا مع الاذان، اذا قال الاذان الله اكبر نقول الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، نتبعوا مع الاذان كامل. وملي نساليو الى تبعنا مع الاذان عندنا نفس الاجر والثواب ديال المؤذن. انت ماشي مؤذن وانت ماشي مؤذنه، ولكن المؤذن سبقنا راه عنده اجر وثواب عظيم. وكيفاش ممكن تاخذ بحال الاجر والثواب ديالو؟ انك تردد نفس الكلام الذي يقوله، باستثناء حي على الصلاح حي الفلاح كنقول ما شاء الله ولله. وفي الختام كنقول الدعاء اللي هو بالمقام المحمود للنبي الكريم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللي قال هذا الذكر يعطي الله تعالى الشفاعة يوم القيامة، يكون أحق الناس بشفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم ذلك كنصليو الفجر اللي هو ركعتين خفيفتين، كتسمى رغيبة الفجر. رغيبة الفجر هي سنة مؤكدة، ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة، لا ينبغي أن نضيعها. وطريقة صلاتها كتكون ركعتين خفيفتين سريتين. من السنة نقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. كنصلوها مفردا ماشي جماعة، خفيفة. ملي كنساليو عاد كنصليو بعدها الفريضة اللي هي الصبح، اللي هي ركعتين جهريتين مع الجماعة، وكتكون بالمفصل، كيقرأ الإمام الفاتحة وكيقرأ شي آية طويلة من القرآن، وكتكون الجماعة. اللي صلى بوحده راه كيبدأ في الأول بالفجر، هو الأول ركعتين خفيفتين، ويعاود يصلي ركعتين ثقيلتين مطولتين ديال الصبح، وهكذا يكون قد أدى الفريضة. الله يتقبل منك لالا منى. الدعاء بنتي منى، يكفي أن تحافظي على صلاة الفجر ودعوتك مستجابة، لأن الله تعالى يفتح باب السماء قبل وبعد الفجر. لك وفق الله تعالى لأداء هذه الفريضة في وقتها، فهو في ذمة الله يومه ذاك. أسأل الله تعالى أن يحفظك يا منى، ويبارك فيك ويصلح شبابك ويجعلك من الصالحات القانتات الذاكرات، ويفتح لك أبواب الرزق والخير والبركة. اللهم آمين يا ربي يا كريم. نتحول من الرحمن إلى إقليم العرائش مع للا كوتر. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. مرحبا للا كوتر. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. يا مرحبا. أنا
الدكتور عندي مشاكل كثيرة في حياتي بزاف. لا إله إلا الله. وبزاف بزاف فوق القياس. لا إله إلا الله. مشكل ديالي أنايا تزوجت. إيه؟ وطلقت. نعم. وبقات مدة طويلة وجا واحد السيد خطبني عاوتاني. إيه؟ ودرنا العقد ودرنا كل شيء وعاوتاني طلقت. الله أكبر. ما عرفتش هاد المشاكل معايا انت. انا اصلا اي درجة شي واحد كيجي يخطبني ما بغيتش نجوج به، خايفه من مشاكل بزاف، الصداع والعكوسات كاينه بزاف. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يفرج عليك بنتي كوثر. الله يفرج عليك يا رب. امين. لا اله الا الله. وكيجي شي احلام سمنامي بزاف قبيحين، وما عرف واش المس ولا العكس ولا ما عرفتش. مخيفه كتخوفك. يا بنتي كوثر، رب هذيك حديث النفس، ربما الظروف الصعبه ديال الحياه كتخليك هكذا معاناه شديده، كيوقع ما يوقع. لا اله الا الله. الله يفرج عليك بنتي كوثر، نطلب ربي سبحانه وتعالى يحفظك ويرعاك. كوثر عندها مشاكل في الحياه لانها طلقت. الطلاق بنتي كوثر هو شيء كتبه الله تعالى على بنات ادم. هذا شيء كتبه الله في القران العظيم، هناك سوره بكاملها اسمها سوره الطلاق. بنات النبي اثنتان، أم كلثوم وزينب، بجوج طلقوا، وبنات الشخصيات الكبار كيوقع لهم الطلاق. طلاق شيء كتحرم القسمة بين الرجل والمرأة فيكتب الطلاق. السبب له أسباب كثيرة، هناك أسباب اقتصادية، أسباب عائلية، أسباب نفسية، ضغوطات، صراعات، اختلاف في الفكر، اختلاف في السلوك، مجموعة أسباب إلى حللناها وتكلمنا من قبل قضايا الطلاق، أسباب كثيرة. لكن هناك من عنده كما ذكرت كوثر، هناك اللي عنده العكوسات في الحياة، يشعر بأن الأقدار جاية شديدة. هذا القدر مكتوب، والقدر نوعين، خيره وشره. كاين اللي كيجي عنده القدر غير خيره 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 خيره، وكاين الله يحفظنا وإياكم عنده خيره شره خيره شره، وكاين الله يسترنا وإياكم عنده شره 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 شره، دائما كتوالى. هذا قدر الله تعالى مكتوب، القدر خيره وشره. كيفاش ممكن القدر نخلو دائما خيره خيره خيره؟ الطريقة سهلة، سهلة جدا جدا، وأبسط من البساطة. ذكرها الصالحون بأن القدر يكون كله في خدمتك وكله مسخر لخيرك، وهي أن الإنسان يكثر من الحمد والشكر في كل وقت وحين مهما يقع. ليوقع، إذا وقع شي نعمة اللهم لك الحمد والشكر، وإذا وقع بلاء اللهم لك الحمد والشكر على ما كتبت لنا، لا يحمد على مكروه سوى، لك الحمد والشكر يا الله. أكثر من الحمد والشكر في كل وقت وحين، وسترى عجائب قدرة الله. سترى بأن القدر دائما يأتيك خيرا 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 خيرا، ولا يكاد يأتي شرا إلا يسير، وإذا نزل نزل خفيفا ولطيفا. فأسأل الله تعالى لالا كوثر أن يجعلك من الذين فتح الله لهم باب السعد، وجعل هذه الساعة آخر الأحزان والهموم والكروب. أسأل الله تعالى أن يعطيك البركة والتيسير. وصيتي إليك يا كوثر، اقرأي دائما سورة إن أعطيناك الكوثر، اقرأيها كل يوم 7 مرات، وإن شئت 70 مرة. كان بعض الصالحين إذا بغى يشعر بالقبول، لأن هناك البركة، كاين البركة، كاين المنطق العقلي وكاين الحساب الجدلي، وكاين البركة الربانية، ربي تكلم عليها كثير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والأرض. هناك البركات، هذه البركة كتجيب بأشياء تبدو بسيطة جدا، منها مثلا سورة الكوثر. يقول بعض الصالحين والعارفين بالله عن طريق التجربة وعن طريق المناجات والخواطر الإيمانية، كلام الله فيه سر من أسرار. كتأخذ إناء ديال الماء وكتقرأ فيه سورة الكوثر، لأن الكوثر هي هو نهر، نهر أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جزاء صبره على الابتلاء. سيدنا النبي كان هناك ابتلاءات شديدة عليه، كانت هناك كروب وظروف صعبة، وكان الصابر محتسب، فأهداه الله تعالى هدية جزاء صبره، وقال له إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة لا يشرب منه من شرب منه. فتيمنا بذلك، ناخذ واحد الاناء ديال الماء، سطل ديال الماء، كاس ديال الماء، قرعه ديال الماء،
ونقرأ فيها سورة الكوثر 7 مرات، ولا قرينا 70 مرة كان أفضل. وتحلى بشيء من مزهر، مزهر شي شوية ديال المزهر، وذاك الماء نشرب منه. كاين ممكن نديرو في رشاشة، رشاشة وكنرش به. الناس اللي عندهم الاكتئاب راه سبحان الله في بعض المجالس بعض العائلات كتلقاهم فرحانين، بعض العائلات كتلقاهم عندهم ديما العيد. ملي كتدخل كتلقى عندهم واحد الرشاشة في الدار، غير كتدخل كيرش عليك هذاك الماء. اش فيه؟ فيه المزهر وفيه مقروء آية الكوثر. كتقرا كيوقع لك كتمس تشرب منه او يترش عليك منه، كتشعر بالفراج، كتشعر بالانشراح. وهذا فضل من الله. بنتي كوثر الله يحفظك ويرعاك ويعطيك الصحه والعافيه ويعوضك خيرا مما ضاع، اللهم امين يا ربي يا كريم. نتحول من اقليم العرائش الى اقليم الراشديه مع سيدي احمد. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور الله يجزيك بالخير، أنا متزوج هذه 20 سنة الحمد لله. يا تبارك الله. الله يبارك فيك، الحمد لله مع وليداتي وكذا، ولكن كنحس براسي ما كنتحملش مع الزوجة ديالي اللي وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم ودوك النصائح اللي تتقول. إياه صح، لا ما تنضربش ما تنقبحش ما كذا، ولكن ذاك التعامل اللي خصو يكون نيت الزوج كزوجة، يعني أنا حاسس بني ظالمها شوية بكل صراحة. لا إله إلا الله. من حيث يعني من حيث المعاملة، هما الحمد لله داك الشيء اللي علاش قدرني الله وكذا راه تنوفره، ولكن داك التعامل مثلا أنا الوالد ديالي الله يرحمه كي كان تيتعامل مع الوالدة الله يرحمها، يعني واحد التعامل نيت يعني في المستوى بغيت أنا نوصل حتى أنا لذاك، ولكن أنا ما بصراحة العبارة بحال أنا مازال فيا جاهلية بهذا المفهوم هذا. لا إله إلا الله. اللوم راسي يعني مازال ما وصلت لذاك المستوى، وليداتي كنتعامل معاهم مزيان، ولكن نحن هي طيبة الصراحة، واحد الزوجة طيبة وكذا الحمد لله، ولكن أنا بغيت يعني نكون حتى أنا في ذاك المستوى. الله يجازيك بالخير يعني قول لي يا رب. واخا سيدي احمد الله يرضى عليك، الله يجازيك بالخير، الله يكمل لك الرجاء اخويا احمد يا ربي يا كريم، الله يكمل لك الرجاء بالخير سيدي والله يرحم الوالدين. شكرا خويا، شكرا خويا احمد، الله يجازيك بالف خير. هذا شعور نبيل، هذا التصريح من اخينا السي احمد شعور نبيل جدا، يدل على ان السي احمد فعلا باغي صفحه جديده، باغي الاصلاح. اللي عنده هذا الشعور النبيل للاصلاح ما كنخافوش عليه وما نخافوش منه. اللي صعيب هو اللي ما بغاش يتصلح، اللي ما عندوش الشعور بالنقص، اللي كيقول لك اي انا كندير وكندير وكنستحق وخصني يكون كذا، صعيب باش تقنعه. ولكن اللي كيشعر بالعتاب وباللوم هذا فعلا ممكن نعتبره بانه قريب من الاصلاح. سيدي احمد، العلاقه الزوجيه هي كاين هناك فن التعامل مع الزوجات، هذا علم ودراسه، وكاين اللي كيعطي الله بالفطره. العلاقة الزوجية ينبغي أن تقوم على المودة، تقوم على الرحمة، تقوم على التساكن. أحيانا قد يفاجأ الإنسان بأن شيء يدب في قلبه من الفتور، العلاقة الزوجية يشوبها فتور، الزوج كيشرق والزوجة كتغرب، ولو دايرين غير خوت في البيت يعني غير مقابل الأسرة، وكينفق هذا وهذا كيشتغل داخل البيت الأخر الخارج، وراه دايزة الأمور. ولكن ديك العلاقة الزوجية اللي فيها المودة وفيها الرحمة ما كيناش. شنو الأسباب؟ أسباب كثيرة، ولكن ممكن أننا نقلص من عفو الأسباب، نقلصها نعالجها. وأحسن طريقة هي أن الإنسان يعتقد بأن زوجته قدره وهو قدرها. اللي بدينا باختصار شديد، أحسن طريقة للوصول إلى سعادة زوجية مباركة أنك تعتقد بأنك الزوجة هي قدرك وأنت قدرها. إلى أمن بالقدر كنرتاح، وإلا كيجي إبليس كيقول لك إنك لم تحسن الاختيار، راك النهار الأول خديتي قرار غير صائب، والزوجة كيقول لها النهار الأول خطبك فلان وفلان وفلان، علاش قبلتي على هذا؟ وكيبقى إبليس كيدخل لنا هذه المنافذ، وكيبقى دائما الإنسان كيشعر بأنه لم يحسن الاختيار. نسدوا هذا الباب ونقولوا بأن الزوجة قدري وأنا قدرها. ومن اللي كنأمن بأنها قدري وقدرها أقنع بما أعطاني ربي، لأن البعض الناس كيطلع كيشوف الزوجات الأخريات كيقول آه فلان محظوظ، أعطاه الله زوجة عندها كذا وكذا وتتمتع بهذه الصفات كذا وكذا،
فهذا كله كيخلي هاد الزوجة كتشعر بأن زوجها يقارن إياك والمقارنة. جميل أن نغض البصر في الخارج، غض بصرك في الخارج، وفي بيتك افتح بصرك في البيت ديالك، تكون ديك الساعة ترى محاسن زوجتك. أحسن طريقة للعلاقة الزوجية الطيبة هي أن الرجل مع زوجته كيديروا الصلاة جماعية، صلاة جماعية محل قيام الليل. أنفق قبل الفجر، نقول لها فقي يا زوجتي، نصلي واحد ركعتين لله، أنت إمامها وهي مأمومتك. هاد الوضعية ديال الصلاة الجماعية بين الزوج والزوجة، ربي عز وجل كيربط ما بين قلبيهما برباط المحبة والمودة. سي حميد كتقول أنك فيك جاهلية، هذا شعور نبيل كيخليك تعرف بأنك لست مغتر، لأن الصعيب هو اللي يقول أنا مسلم، أنا صالح، أنا كذا، أنا كذا، هذه صعيبة. أما اللي يعترف بالذنوب والخطايا ديالو، هذا راه من أهل الله وخاصته. الله يجعلنا وإياكم جميعا من المعترفين بذنوبهم بين يدي الله. وكتشعر بالظلم، بمعنى أنك أنت عندك استعداد كبير للإصلاح. فقط سيدي أحمد من اللي كتعسر عليه الأمور كنت وضع وندير الدعاء، وربي يكمل لي الرجاء من عنده. داكشي اللي خفى عليا واللي صعب عليا، ربنا عز وجل يهيئه لك ويقدمه لك على صحن من ذهب عن طريق وسيلة الدعاء، لنكثر منها في كل وقت وحين. أسأل الله الكريم أن يجعل بينك يا سي أحمد وزوجتك مودة ورحمة وسعادة أبدية. اللهم آمين يا رب يا كريم. وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات. ومرحبا وأهلا وسهلا بكل المكالمات. أرقامنا كالعادة 0522-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 0522-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات و سعداء بهذا اللقاء المبارك. اللحظة غنتحولوا إلى إقليم مع إقليم مراكش مع لطيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك لطيفة. نهار كبير هذا فاش هضرنا معك. أكرمك الله لله. أنا كنتواصل باش نهضر معك، كنت كيشد لي الخط اليوم، شد لي الخط. مرحبا لطيفة. كنصلي وكندعي الله. أعزك الله. كيدير لاباس عليك؟ الحمد لله ربي ونشكروه. عافاك عمي الحاج اللي شد عليا مع الوالدين ديالي. يا رحمن يا رحيم. هي نسوية ودعا معايا حتى أنا والأخت ديالي الزواج الصالح إن شاء الله. يا رحمن يا رحيم بإذن الله تعالى يا رب. يا رب. أنا أخوتي كامل وواحد خويا ما مزوج هذا 4 سنين باقي ما عطاش الله شي الدرية الصالحة. يا رحمن يا رحيم بإذن الله الواحد الأحد. يا رب. المستمعين يقولوا آمين. يا ربي يا كريم بإذن الله. شكرا لك بنتي لطيفة. لا كان ممكن بغيت النمرة ديالي. واخا بنتي مرحبا، أنا غندوزك الستوندار يعطوك الرقم إن شاء الله. مرحبا لطيفة. السبب اللي كيخلي واحد المجموعة من المستمعين والمستمعات كيتصلوا بالإذاعة وكيطلبوا الدعاء، هو المفروض أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بنفسه، ليس بين العبد وبين خالقه واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن السبب اللي يخلي هؤلاء الناس يتصلوا بالإذاعة هو غرضهم في تأمين هؤلاء الآلاف بل الملايين من المستمعين. هؤلاء المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من الصالحين والصالحات، من القانتين والقانتات، من الذاكرين والذاكرات، من الصابرين والصابرات. معنا مشاركين في الاستماع هذا البرنامج، ملي كنقول واحد الدعوة راه الجميع كيرفعوا يديهم، راه في شمال المغرب وجنوب المغرب وشرقه وغربه ووسطه، والناس أشكال وألوان كلهم كيقولوا آمين. تصوروا معي هذيك الدعوة إلى سمعوها غير واحد العدد محدود من المؤمنين وقالوا في وقت واحد آمين، ترتفع تلك الدعوة، ترتفع ترتفع حتى تصل إلى عرش الرحمن، فتسجد تلك الفاتحة، هذيك الفاتحة كتسجد عند عرش الرحمن، ويباهي بها الله ملائكته كيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي يدعونني. ربي عز وجل دائما يباهي بالمؤمنين الملائكة، لأن الملائكة أش قالوا من اللي بغي خلق الله آدم؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة يظن بأن البشر غادي يكون كل شرير، أنه يقطع الرقاب ويسفك الدماء ويظلم ويعتدي. قال لهم الله تعالى لا، إني أعلم ما لا تعلمون. ملي كيلقاو الملائكة بأن هناك عبادا لله ذاكرين صالحين قلوبهم نورانية بجلال الله، ألسنتهم لا تفتر عن ذكر الله، ربنا يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، يباهي بنا الملائكة. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لأستجيبن لكم ولو بعد حين، لأن الدعاء قد يغير مصير الإنسان. كاين بعض الناس كيلقاو متاعب في الحياة، باش يقدر يغير الواقع ديالو خاصو واحد المجموعة ديال الترتيبات، خاصو يعرف الأسباب والمسببات ويحلل ويناقش ويضع مخطط استراتيجي ويقلب على العمل بالأهداف ويأخذ الخبرة والاستشارة ديال اللي سبقوه في التجربة. شحال طريق طويل وشاق، الدعاء قصير. مباشرة ربنا عز وجل يغير القدر، حتى ولو كان مكتوب في السجل ربنا عز وجل يأمر فيغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أختنا لطيفة تقول بأن أمها مريضة، ولا شك بأن عدد كبير من المرضى يسمعوا فينا الآن. نغتنم الفرصة ندعو مع أمي لطيفة ومع كل مريض. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، أنت طبيبنا وأنت الشافي وأنت العافي. يا رب كل من كان منا يعاني من أمراض أو أسقام، سواء كان يعاني من أمراض عضوية فيه سكري أو ضغط دم أو مشكل قلب أو شرايين أو سرطان أو غير ذلك، وكل من كان يعاني من أمراض نفسية عنده خوف أو قلق أو اكتئاب أو إجهاد، أو عنده أمراض روحية عنده عين أو عكوسات أو موانع أو سحر أو تقاف، كل هذه الأمراض يا ربنا أنت طبيبنا وأنت معالجنا وأنت الذي خلقتنا وأنت الذي بيدك الأمر كله. اللهم شافينا وشافي جميع مرضى المسلمين، اللهم شافي الجميع برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. قولوا معنا آمين. آمين آمين. حينما نقول آمين معناه يا ربنا استجب، فإن الدعوة تصعد على قدر إخلاص العبد المؤمن وعلى قدر عدد المؤمنين. نحن الآن بمئات الآلاف ربما بالملايين، حينما نقول الدعوة ترتفع ترتفع حتى تبلغ عينين السماء. أختنا لطيفة تقول بأن تريد دعوة بزوج صالح، ولا شك أن الكثير من بناتنا وأخواتنا بلغوا سنا متقدمة وأملهم هو أن يعثروا على نصفهم الآخر. هذا شعور طبيعي وفطري، لأن ربنا عز وجل خلق الوجود من ذكر وأنثى. الوحيد الذي لا يتزوج هو الحق سبحانه وتعالى. الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بقية المخلوقات كل الوجود خلق من ذكر وأنثى، الجن والإنس والحيوان وحتى النبات وحتى الجماد كل خلق من ذكر وأنثى. اللي يبغى يكمل لله الرجاء ويعطيه الله الأولاد والذرية دائما ينادي بها الدعاء، دعاء التوحيد. يا أحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لا صاحبة له ولا ولد، ارزقني صاحبة وولد. كل من أراد أن يعطيه الله تعالى زوج صالح أو زوجة صالحة وكان يأمل أن يعطيه الله ذرية طيبة، هذا دعاء يسمى مزلزلا، كان الناس يدعون به أمام الكعبة المشرفة ولا يعود حتى يعطيه ربنا عز وجل مبتغى. يا أحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لا صاحبة له ولا ولد، اعطنا صاحبة وولد. أسأل الله الكريم لأختنا لطيفة ولكل بناتنا العازبات، اللهم اختر لهن أزواجا صالحين. اللهم يا رب ارفع عنهن الموانع والعكوسات وارزقهن القبول والتيسير. اللهم عجل لهم بالفرج، آنس وحشتهن يا أكرم الأكرمين في هذا الصيف السعيد. اللهم ارزقهن الخطبة والزواج واجعلهن يتتابعن بسرعة، واجعلوا زواجا مباركا ميمونا برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. أخت لطيفة تقول بأن أخاها 4 سنوات متزوج لم يرزق بولد. كم هي شاقة أن الإنسان ينتظر الإنجاب، لأن الأولاد نعمة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، كما أكرمت عبادك بذرية طيبة دون أن يسألوا، اللهم هؤلاء عبادك يسألونك بالليل والنهار ونحن نرفع أكف الضراعة إليك معهم. اللهم عجل لهم جميعا بالفرج كل من كان ينتظر الإنجاب، وقد عجز الأطباء وعجز الرقاة عن العلاج وتقديم الخدمة. أنت على كل شيء قدير، دعوناك يا مولانا في هذا اليوم الأغر يوم الجمعة، وفي هذه الأيام المعظمة المباركة، وبين هذه الوجوه الكريمة وهذه الأيادي المتوضئة والجباه الساجدة، اللهم كل من ينتظر إنجابا ارزقه ذرية طيبة، واصلح أولادنا وبناتنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، أنبتهم نباتا حسنا، واحفظهم من أصدقاء السوء، ونور طريقهم وأقر بهم العيون، وأسعد الجميع. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. والدعوات تتصاعد إلى السماء، وربنا سوف يتجلى علينا بكرمه وجوده بإذن الله. نتحول مرة أخرى من مراكش إلى أسفي مع أختنا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الله من إقليم أسفي، ربما هناك مشكل في التواصل، معذرة يا أمة الله، ونأخذ مكالمة أخرى من أكادير مع للا عزيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا للا عزيزة. لبيك الحمد لله، انا فرحانه بزاف حيت ديال اختي هو. يا الف مرحبا لالا. عافاك من كره بان ديك الدعاء عليا مع الوالد ديالي. يا بنتي عنده مشكل في الخدمه وهذا الشيء معصبو بزاف ومرضو في صحته، الله يرحم ليك الوالدين تاعنا. لا اله الا الله. يعني المستمعين يقولوا امين. يا رحمن يا رحيم بنتي عزيزه. كيدير لي الاعصاب عني الحاج ديك الدعاء انا عافاك. يا اكرم الاكرمين يا ربي يا كريم. عافاك عني الحاج ديك الدعاء عليا مع جوج خالاتي. نعم. عندهم العكوكات في الزواج ومازال ما تزوجوا. لا اله الا الله. وبيت كدعى معي انا تخطبت وبيت يستر لي ربي الامر، الله يرحم ليك الوالدين عمي الحاج. يا ربي يا كريم باذن الله بنتي عزيزه، الله يكمل لك الرجاء. وبيت كدعى علي مع واحد خويا ايوب عمي كريدان. اييه. كيتعس بزاف وعنده مشكل في النطق وكيتعس بزاف، فهمتي؟ الله يرحم ليك الوالدين. واخا بنتي عزيزه. وحشني بزاف. العفو بنتي عزيزه، شكرا لك. شكرا لك بنتي عزيزه، لا اله الا الله. عزيزه من اكادير، مطالب، يعني المواطن عنده مطالب. لما يقف أمام عتبة الحكومة أو البرلمان له مطالب، مشكل السكن، مشكل النقل، مشكل التمدرس، مشكل التعليم، مشكل التطبيب. لكنه حينما يقف بين يدي ملك الملوك جل جلاله، أيضا قدموا مطالبكم أيها العباد، قدموا مطالبكم بين يدي الله. ربنا عز وجل يحب العبد الملحاح، ربنا يباهي بكم الملائكة إذا قدمتم إليه وطرقتم الباب. ربنا لا يحب الغافلين، ربنا لا يحب المستغنيين، ربنا يحب العباد المتدللين المنكسرين، خصوصا الذين يدعونه بالليل والنهار. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. بإذن الله كل من طرق باب الله سوف يجد الجواب. فما أصبح الصبح حتى جاء من الله فتح ونصر قريب. بنتي عزيزة، الوالد ديالك عنده مشاكل في الخدمة، وهنا ترتب عليه الأعصاب أمرض للأسف. كنلقاو بعض القطاعات ديال التشغيل، كنلقاو الأمور يسرها ربي، ولكن بعض الناس يصعبونها من عند أنفسهم. راه ممكن نشتغلوا في اطار الاريحيه، في اطار التعاون، في اطار التكامل، في اطار الانسجام، في اطار الاخذ بيد الاخر، وتنجح المقاوله وتمشي الاداره والتجاره وكل شيء يمشي مزيان، غير بشويه ديال الفهامه وبشويه ديال الخطر الواسع. للاسف كنلقاو بعض القطاعات كتلقى بعض الناس اللي هما معصبين، وكتلقى بانه كيبغي كل حاجه كوم الفو، إذا ما كانت شيء كيتعصب وكيدير القرون وكيبدا ينطح. وهنا كنلقى بأن الناس كيعود نهار الصباح كيجي للخدمة بحال جال الصراط. الصراط باقي ما جال، ولكن بعض الناس هنا في الدنيا عايشين الصراط، اللي كيتبتلى بشي عمل شاق، وكيبتلى بشي مسؤول قوي، وكيشعر بواحد النوع من الرهب. أش كيوقع فيما بعد؟ كيوقع هو ذاك الموظف أو ذاك العامل أو ذاك المستخدم، أش كيوقع عليه؟ كيبدا يمرض اليوم وغدا، واحد اللحظه كيمشي يدير التحاليل كتلقى عنده السكر طالع، وعنده الطوسيون طالع،
وكتلقى عنده ضبطة القلب فيها مشكل. واحد اللحظة ها هو ولا عبء على الدولة، خاصو مشي تعالج، خاصو الرميد، خاصو كذا خاصو كذا، ولا عبء كبير على الدولة. لو كان ذاك المواطن عنده ظروف العمل ميسرة، لو كنا نأخذ بيده كنعطو حقوقه، نطلب منه واجباته بالتي هي أحسن، كان غادي يكون الفريق لا كنحيي، كنحيي من هذا المنبر واحد المجموعة ديال القطاعات الحيوية اللي كتعرف واحد النوع من الارتياح، كتدخل لي على بغتة، كيقول لك المواطنين ديالها والموظفين ديال المستخدمين حنا فرحانين، حنا عندنا واحد الجو عائلي في العمل، ما بغيناش كونجي، كيقول ما بغيناش كونجي، علاش؟ لأن مرتاح في خدمته، خدمته كلها كونجي، وكيخدم وكيعطي وكينتج، علاش؟ فين كاين الحكمة؟ في القيادة الرشيدة. ملي كيكون واحد المسؤول قائد رشيد وكيوفر واحد الجو ديال الانسجام، وكيقول لك بان العمل عباده والعمل طاعه والعمل مساهمه في نمو الاقتصاد الوطني، راه روح وطنيه، وكيعطيك واحد المبادئ ساميه كتشعر بالفخر وبالاعتزاز. وكاين اللي كيوصل التقاعد ما بغاش يمشي، باغي يخدم لان خدمته راحه وصحه وعافيه، وكاين اللي حفظ العكس وبالعكس، والعكس صحيح. كاين اللي قبل موسم التقاعد راه كيدق عليه عزرائيل كيقول لي استعد للمغادره لانه تهلك وسالة. يبدو بان الاب ديال بنتنا عزيزه من اكادير واحد من هؤلاء. غنقول لي يا اخي الفاضل، الرزق بيد الله، الرزاق سبحانه وتعالى هو الله، والخدمه غا وسيله. الى واحد الخدمه فيها الضغط الضغط الضغط، خليها خويا خليها، ارض الله واسعه وربنا عز وجل يعطيك البديل، لان الله تعالى من اسمائه الرزاق القوي الجواد، ما ينسى احد، حتى واحد ما ينسى. الكافر على كفره الله يرزقه، المنافق على نفاقه الله يرزقه، الظالم على ظلمه الله يرزقه. فكيف بك أنت المؤمن، أنت التقي، أنت المتواضع لجلال الله، أكيد أن الله سوف يرزقك. غنبغي نقول لك للا عزيزة، قولي للوالد ديالك اكثر من الاستغفار. اللي لقى صعوبة في العمل، عنده مشكل مع لي باترون ديالو، عنده ضغط نفسي، كيفاش غادي يعالج؟ واش غادي يمشي عند مفتي الشغل يدير شكايه؟ واش غادي يمشي ينضم لواحد النقابه يطالب بحقوقه؟ واش غادي يمشي للصحافه ويفضح هذه الممارسات اللا اخلاقيه ولا انسانيه؟ كل ذلك طريق شاق وطويل وفيه اشواك. الطريقه السهله غتمشي المباشرة الى الهدف النبيل، وهو اكثر من الاستغفار. اللي كيكثر من الاستغفار هو حبيب الله، وهو ولي الله، وحاشا وكلا أن الله تعالى يتركه يتعذب، حاشا وكلا. كلنا ملي كيوقع لنا شدة في الحياة اش كنديروا؟ كنبقاو نستغفروا، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ملازمة الاستغفار اش كيوقع؟ ربنا عز وجل كيقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي او الى امتي، انه يتعذب، انه يعاني الامرين، يا ملائكتي ارفعوا عنه العذاب. وسبحان الله العظيم، ربك هيئ لي من امره رشدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الرزق غيجيبو لك الله تعالى من أبواب شتى، لأنه الرزاق ذو القوة المتين. بنتي عزيزة، الخالة ديالك كبرات وبقى ما تزوجاتش وبغات تزوج، عندها المانع. كيف نزيل المانع بنتي عزيزة؟ بالاستغفار. اللي عنده المانع في الزواج، عنده المانع في العمل، عنده المانع في السعد، عنده المانع في الحركة، الطريقة المثلى لإزالة المانع هي الإكثار من الاستغفار الاستغفار الاستغفار. وإذا أردت أن تنال القبول، يكون عندك القبول والفتح الرباني، أكثر من الصلاة على النبي المصطفى. كلما أكثرت من الصلاة على رسول الله، ربك يعطيك القبول، الفتح الفتح الفتح. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اطلبوا الله تعالى بنتي عزيزة، الأخ ديالك الله يشافيه من كل داء وسقم، عنده مشكل في النطق في الكلام. الطريقة المثلى باش نسوي علاج النطق وهي أنني أواظب على تلاوة القرآن.
رغم الصعوبة ديال النطق، وانت كتقرأ كلام الله كتقرأ كلام الله وكتلوه ولو بمشقة زائدة، فإن الجهاز الصوتي وإن المخارج الحروف وإن الجهاز العصبي كله بإذن الله يشفى ويستقيم ويتعالج. أسأل الله الكريم بنت عزيزة أن يحفظ لك والدك وأخاك ويبارك لك في خطبتك وتكون خطبة مباركة ميمونة. اللهم أمين يا رب يا كريم. ونتحول من أكادير إلى سلا معنا اللاملكة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور جمعة مباركة. الله يبارك فيك لاملكة. الله يرحم لك الوالدين يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. أنا هي السيدة اللي كان مات لها المرحوم الزوج ديالها بمرض السرطان. لا إله إلا الله، الله يرحمه مسكين. آمين سيدي. والله يخليك قبل ما يعطيو النتائج ديال الباكالوريا عيطت عليك قلت لك عافاك شي دعاء ولدي والحمد لله من الناجحين الحمد لله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب. عافاك يا دكتور. بغيت كاين شي دعاء الله يرحم ليك الوالدين. يا رحمن يا رحيم. دفع الدرك المراكي ما جابش ليه الله قبلوه في الطول وفي كل شيء، ولكن من عيطوا قالوا لي هاودي شي حاجه ناقصات ما عرفتش مناش. نعم. وعافاك يا دكتور بغيت شي دعاء. عافاك بغى يدفع للعسكر. نعم. عافاك يا دكتور يسر ليه الله الامور. يا ربي يا كريم باذن الله للملكه. عافاك دكتور. عافاك بغيت نقول لك على المرحوم كنت كل مره كل صلاه كنصيفط ليه المعوذتين وايه الكرسي واواخر سوره البقره. تبارك الله يا ربي يا كريم. من نهار دكتور يا صوب يا دور يا عصر يا مغرب يوميا كنصيفطهم لك. وما هذا يجوز زعما. نعم بنتي. نعم للملكه يا ربي يا كريم. نعم باذن الله. عافاك دكتور. عافاك شي دعاء كاع لوليداتي الله يرحم لك الوالدين والله يجعلك. اللهم امين للملكة يا ربي يا كريم. الله يرحم المرحوم، الله يوسع عليه الرحمات. راه اللي مات بسرطان هكذا راه يعتبر ان شاء الله تعالى من الشهداء، لان الشهداء عند الله تعالى كثر، منهم كما ذكرنا الغريق. سيدنا النبي قال الشهداء خمس، قال الغريق اللي مات غرقا كان كيستحم في الشاطئ او في الواد ويغرق كيتسمى شهيد. الغريق شهيد والمحروق شهيد، الانسان اللي كان في مكان في العافية وتحرق يسمى شهيد. والمبطون شهيد اللي مات بواحد مرض ديال البطن ديال الأمعاء، مرض عضال منه سرطان يسمى شهيد. وكذلك المرأة عند الوضع، المرأة من اللي كتكون حاملة وكيوقع لها مونك دوكسيجين أو صعوبة في خروج الجنين وتموت لا قدر الله تعتبر شهيدة. ومن سقط من عال من مكان مرتفع، سقط من الجبال أو من عمارة أو من مكان سطح يسمى شهيد. فحتى اللي هو عنده مرض سرطان يسمى المبطون يعتبر عند الله شهيد. والشهيد مرحوم، الشهيد ضيف الرحمن. أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح الجنات. لالا ملكة، العمل اللي كتقومي به وأنك كترسلي له هدايا عن طريق أذكار والتلاوات القرآنية، الرأي الراجح عند العلماء مبرور، كل خير بإذن الله. لأن قالك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الدعوات كتكون إما من الولاد من الزوجة من العائلة من الأحباب. الولاد خرجت مخرجت تغليبي، فلما نقدم الصدقة بالمال، الصدقة أنواع: صدقة جارية، صدقة تكون بالمال وقد تكون بالعلم وقد تكون بالخدمة وقد تكون بالذكر، لأن الصدقة هي مفهوم واسع له فروع. النبي الكريم قال لنا هناك الصدقة بالذكر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، وتلاوة القرآن. الصدقة بالمال الدرهم والدينار. الصدقة بالعمل الصالح، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إرشادك الضال والمستدل في أرض الدار صدقة. هذه صدقات بالأعمال ديال البدن، نعطي لهذا نمشي مع هذا نجاوب هذا نتعاون مع هذا نحمل مع هذا صدقة. فالصدقة بالقرآن العظيم أيضا تعتبر صدقة، كتقري ديك البركة وكتهدي للزوج ديالك وربي كيقول لك ولك مثله، أنت ما كتضيعش في القراءة ديالك. لالا ملكة، هنيئا لابنك الذي نجح في البكالوريا. وطبيعي أن الأمهات والآباء وأولياء الأمور بعد النجاح كيوقع عليهم مشكل كبير في الاختيار، أش غيختار الولد ديالي أو البنت بعد البكالوريا. فمعظم الآباء والأمهات هاد الأيام كيعيشوا في حيرة، واش يمشيوا للقطاع التعليم، يمشي للكلية اللي هي مجانية، ولكن يخافون من شبح البطالة فيما بعد.
يمشيو ليزيكول بريفي ليزيكول سوبيريور المدارس العليا كيلقاو بان غالي الثمن وتتفاضل في الاثمنه. غادي يمشي خارج ارض الوطن غيتغرب وخصو بزاف ديال كي غيدير. كتلقى مجموعه ديال الاباء والامهات محتارين. هو ما سوف يكون كائن لانه قدر مكتوب غير طمأن. سير غير شويه بالمهل وقلب وبحث ولن يكون الا ما هو كائن في علم الله الازلي. لالا ملكة ولدك بغي يختار خدمة لي إما في العسكر أو في الدرك الملكي. طبعا هذه الوظائف حساسة شيئا ما وكتطلب السرية وكتطلب الكتمان وكتطلب الفعالية وكتطلب واحد المظهر جميل وأنيق ووسيم وفيه هبة لأنه كيمثل رمز الدولة. لهذا كنلقاو بأن هذه الإدارات سواء ديال الشرطة او ديال القوات المساعده او الدرك الملكي او وزاره الدفاع في العسكر عندهم مجموعه شروط. شروط من غير القرايه الدري كيقرا القرايه الفرنسيه والعربيه غير يجي واحد لو سوجي، ولكن فيما بعد كيدير لي واحد الموضوع اخر بسيكوتكنيك كيشوفوا رد الفعل ديالو واش ممكن يكون مقلق متوتر واش كيمنع الاعصاب عنده حريه في الكلام، ثم كيشوفوا الطول ديالو العرض ديالو الهيئه ديالو. اسباب كثيره إلا كتب ربي سبحانه وتعالى راه غيكتب. ما كتب شيء خيرها في غيرها، راه كل واحد ميسر لما خلق له. ربي عز وجل غيكتب ليه شي رزق ما يخليش بلاش. باش غتعاوني لالا ملكة ملي يمشي خرج قول لي سير ولدي الله يسهل عليك أغرقيه بالأدعية وتصدقي خلفه ببركات من المال على الفقراء والمساكين وربي غادي يختار ليه. راه ما عرفتي الخير فين كاين، راه كاين اللي كيختار شي اختيار في الاول ما عجبوش فاذا به يفيض منه الرزق وينفع الله به البلاد والعباد. راه كيقول لك تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وبالمناسبه الجامعه اللي بزاف كيحقروها الجامعه، راه معظم الاطر ديال الدوله راه كلهم خريجي الجامعه. راه الجامعه فيها مسار طويل دراسه مجانيه وفيها منحه وفيها علم وفيها تكوين. وحبذا لو ان المسؤولين قارنوا ما بين مناهج التعليم وسوق العمل حتى لا يضطر ابناؤنا بعد التخرج من شبح البطاله. اسال الله الكريم بنت ملكة ان يوفق ابنك ويبارك فيه ويجعله من الناجحين ويختار له مسار دراسي يكون فيه خير كثير في دينه ودنياه وعاقبه امره. اللهم امين يا ربي يا كريم. ونتحول من اقليم سلا الى الدار البيضاء مع للا خديجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور. وعليكم السلام، الله يحفظك ويعطيك صحيحتك. أهلا لالا خديجة. الله يحفظك. مرحبا لالا. الله يخليك دكتور. بغيت نقول لك على واحد الأخ عندي، هو طيب ويصدق وما ما نقولش لك في الحنان ديالو كيفاش داير، ولكن ما تيصليش. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. هو دابا مع أنه كيعيش في الغربة ولكن زعما واحد الطيبوبه ديالو لدرجه انه تيقول لك انا ولوني يعطيني الله يكون عندي باش نمشي للحج ما نمشيش ونشوف شي حد من العائله ولا في الخوت ولا مخصوص ولا مريض ولا شنو ما نقدرش. يا لله لا اله الا الله محمد لا اله الا الله. الله يحفظه لك ويساعدكم مع بعض يا رب. لا اله الا الله. انا زعما ما عندي حتى شي حاجه ولكن هو زعما مبرعني نقول لك. لا اله الا الله. ايوا هذا ما كان الصوت. الله يحفظك لالا خديجه، كنشكرك على التواصل ديالك. لالا خديجه هذا الاخ ديالك في خير عظيم، في قلبي خير عظيم، وكان الكلام اللي قال هو يدل على نبل اخلاقه وعلى نبل شعوره، هذا شعور نبيل. لكن ينبغي ان نميز بين الاماني وبين الواجبات. قضيه الصلاه وقضيه الحج راه ماشي غير مجرد متمنيات، هذيك راه اركان الدين. لأن البعض قد يعتقد بأنه يقول أنا عندي الفلوس ما نحش نمشي عند الفقراء والمساكين. لا، أولا أؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام وبعد ذلك أعطي للفقراء والمسكين. نعم إذا كانت هناك فاقة وكانت هناك مجاعة وكان إنسان أحداك كيعاني من ظرفية قاهرة عنده علاج ومريض وخصو الدواء وما عندوش، ما كتقولوش نسبق الحج ولا نعطي لهؤلاء الناس، نعطي لهؤلاء الناس. علاش؟ حيت الحج يسمى فرض على التراخي، لأن الفروض هناك فرض على الفور وهناك فروض على التراخي. بحال الصلاة على الفور
كتسمع الاذان وتصلي. لكن الحج قال لك على التراخي، ما كانش هذا العام العام اللي بعد منه من هنا 10 سنين الله يسخر، ولكن قال لك عجلوا بالحج، لابد ان ثاني يعجل. فهذا شعور نبيل منه، كونه بانه طيب كيعيش في الغربه. ناس في اوروبا طيبون، كاين هناك اناس طيبون فيهم الاخلاق، فيهم الابتسامه، فيهم لا غالونتري، فيهم واحد مجموعه ديال الصفات الكريمه، لكنهم لا يصلون. هل نقول هل نسوي بين هذا وبين انسان يصلي ولكن طبعه شديد؟ لا ابدا، الصلاه عماد الدين، لان الذي لا يصلي الله يحفظنا واياكم راه قاطع للصله بينه وبين خالقه. ما الذي جعله لا يصلي؟ هل تكبرا على الله؟ هل تكاسلا؟ هل انشغالا؟ لا بد انه يصلي. الا اللي كيقول يا رب تسمح لي راني مفرط في جنبك، راه هذا الدعاء وهذا الشعور بالنقصان في حد ذاته عباده، تدلل وانكسار بين يدي الله. فبنتي خديجه الاخ ديالك كيعطيك وكيتهلا فيك ورحيم بك، خاصك بنتي تكوني تتي رحيمه به. بقيت تزن عليه اليوم وغدا، قول لي خويا راه الصلاه عماد الدين وراه الحج من اركان الدين. راه سيدنا النبي كيقول لنا صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه، اقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع سبيلا. ادي الزكاه اديها، ولكن اقيم الصلاه وحج بيت الله الحرم. فانصحيها اختي، لان الصلاه عماد الدين، لأن الموت تأتينا بغتة، راه في أي لحظة قد يأخذ الله أرواحنا. وإلا متنا أول سؤال نسأل عنه راه هو الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالإنسان العاقل راه كيتاجر، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ كاين اللي كيهتم بكل شيء، كتسولوا على الأندية الرياضية والفرق القروية كيجاوبك بالتفصيل، يقول لك اللاعب وشحال الرقم ديال الكوداس اللي كيلبس، تسولوا على الأحزاب، على النقابات، تسولوا على الحكومات، تسولوا على الصحافة والإعلام، تسولوا على الاقتصاد، تسولوا على الأسهم، على الأبلاك، على الفنون، على الإخراج، على التمثيل، على أي شيء يجاوبك عليه. حتى الصلاة يقول لك ما عارفش، ما حافظش. هذا كيتسمى استهتار بدين الله. لابد أن نقرأ دين الله أولا، لأنه فرض علينا، أما الأمور الأخرى هي مستحبة. أنا لست مطالبا بأن أقرأ علم الميكانيكا، إلا خسرت لي السيارات ديالي غندير الميكانيك خبير نخلصو صوب عليا، ولا شأن لي بالمعرفة، لا ما عرفتش لا يضرني. أنا لا شأن لي أن أقرأ مثلا شي علم الإخراج الفني، واحد آخر مخرج الله يعاونه هو غيصوب لنا داك الشيء وحنا غنخلصوه. لكن علم الدين، أنا واجب أن أتعلم علم الدين، لأن حتى واحد ما غيقوم لي بديني إلا نفسي، فلا بد أن أتعلم علوم الدين، تسمى فرض على كل واحد منا. لا ينبغي أيها الأحباب الكرام أن نستصغر هذا الأمر، راه الأمر خطر، راه غير تموت راه كل شيء الى زوال. الى جمعتي شي ثروه كتمشي عند الورثه، الى درتي شي مجد في الدنيا وعندك مناصب وعندك سلط كلها كتمشي، غدا يجي واحد اخر بحالك وينسوك كانك لم تكن. اي حاجه درتها في الدنيا الى زوال، اش كيبقى عندك؟ عملك الصالح. تصور بان الانسان اللي كيدفن في القبر، غير كيحطوه في القبر والناس كيرجعوا، قال لك ان الميت لا يسمع قرع نعال اصحابه، كيقول لهم يا ويلكم الى اين انتم ذاهبون بي. ملي كيتموا هازينو في النعش كيقول ويلكم الى اين انتم ذاهبون بي، ياك انا كنت معاكم، كنشرب معاكم وناكل معاكم ونجلس معاكم، سخيتوا بيا، فين غادين بيا؟ غادين بيا لواحد الحفره مظلمه، وكنوضعوا في ديك الحفره وكيصيح واحد الصيحه وحتى واحد ما كيسمعوا. ملي كيتحط في ديك القبر ديالو مباشره هما كيمشيو وكيسمع قرع نعالي اصحابي، الصبابط ديالهم والبلاغي كيسمعهم غادين وكيبكي، تعالوا الي اولادي بناتي زوجتي احبابي. خلوه بوحده في القبر ديالو، مباشره في قبره كيشعر بالوحشه. المؤمن حتى كيظهر لي واحد المخلوق جميل، القبر ديالو كان بوحده بغى من يؤنس وحشته، كيجي واحد المخلوق جميل جميل ريحته طيبه مبتسم، كيقول لي بشرك الله بالخير، بقى معايا شكون انت؟ قال لي ما تخافش انا غنبقى معاك. شكون انت؟ انت ماشي ولدي ولا بنتي ولا شكون؟ انا عملك الصالح. العمل الصالح يتشكل انسان جميل فيكون انيسا لك في قبرك. ثم كيقول لي بقى معايا،
اللي العقل هو يشتغل على خدمة العمل الصالح دياله. والأعمال الصالحة ما كتكونش بالمفاهيم والأوهام، لأن العالم الغربي لمشيت الأوروبا والأمريكا يقول لك الإيمان في القلب والأخلاق والسلوك، ولكن لا داعي لله، لا أبدا، العقيدة أولا والعبادة ثانيا ثم الأخلاق ثالثا. فإذا كانت الأخلاق مبنية على ضمير وفكر وإحساس فهي باطلة، لأن بواحد البنية بنيتها والساس ما عندكش معرض للهدم، لكن الساس هو العقيدة أولا بالله ثم العبادة اللي هي أركان الدين، ثم بعد ذلك كتجي الأخلاق والسلوك. أسأل الله تعالى أن يعطينا جميعا القدرة على الصلاة ويعطينا محبة الصلاة والخشوع في الصلاة. قولوا آمين 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 يا رب يا كريم. اللهم يا رب العالمين وفقنا جميعا لأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة. اللهم يا رب اجعل معنا مع المؤمنين في الصفوف الأمامية، وارزقنا الإخلاص والخشوع، وتجاوز عنا ما يقع في صلاتنا من خطأ أو سهو أو نسيان. ونواصل أيها الأحبة الكرام استقبال المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى إقليم طنجة مع أخينا السي الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مرحبا سي الحسين. في نعمي بخير. الله يبارك مولاي. جزاك الله خير الجزاء. أكرمك الله مولاي. بخير كراك مزيان. نحمد ربي ونشكره مولاي. عمي قريبانا في شي ديون. فهمتيني؟ إيه. مع المستمعين يدعيو معنا يتحيدوا علينا الله يرحم لك الوالدين. يا ربي يا كريم. وسميتو والوالدين الله يرحمهم يدعوا معهم فهمتيني يا رحمن يا رحيم يا رب. والصلاة ديالي ما كيكونش نخشوا هذاك الشيء. لا اله الا الله. فهمتيني خصني نخشى في الصلاة ديالي فهمتيني. اياه يا رحمن يا رحيم. فهمتيني والخدمة ما مرة كنلقى الخدمة ما كنخدم في الخدمة مرة كنخدم في 20 خدمة الشهر. لا إله إلا الله. الوالدين يدعوا معنا في شي خدمة يا رب يا رب. الله يرحم لك الوالدين. اللهم أمين سي الحسين. كنشكرك أولدي يا ربي الله يفرج عليك. سي الحسين طرح لنا المشكل ديالو وبين لنا شنو هو العلاج. راه عندك العلاج. العلاج سي الحسين عنده الديون وعنده عدم الثبات في العمل وعنده المرض ديال الوالدين. العلاج مطروح في الكلمة اللي قلتي، هي ما كنخشاش في الصلاة، الخشوع في الصلاة. هل تعلم يا أسي الحسين بأن الذي يصلي ويخشع في صلاته يسمى حبيب الرحمن؟ من أراد أن ينال درجة حبيب الرحمن، كان هناك بعض الصالحين يقول لك سلطان العباد لأنه يخشع. كان زين العابدين رضي الله عنه لما كان يريد الصلاة ملي يتوضأ كيشعر بالرعدة، وجهه كيصفار وكيحمر، كيقول لي ماذا أصابك يا زين العابدين؟ كيقول لهم أنا شين العابدين ولست زين العابدين. كيقول لي ماذا أصابك؟ قال لي ويلكم أتدرون إلى من أقوم؟ إنني أقوم لله رب العالمين. ويبدأ يبكي ويرتعد، ما إن يأتي إلى الصلاة حتى تجده يكاد ينفطر. يقول لهم وكأن الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط من أمامي ومشهد وأهوالي يوم القيامة محاطة بي. كيشعر بالخشوع، كيصلي الصلاة كأنه سافر إلى عالم من عوالم الملكوت ثم عاد. هذا الذي عنده هذا الإحساس ربنا سبحانه وتعالى يستحيي أن يعذبه، يستحيي أنه يكتب عليه مكاتب السوء. فكان زين العابدين كيربح بسرعة، حتى أنه كان سبحان الله العظيم في موضع الدو كيربح، في ممشي يخدم كيدي كل شيء ولا تظهر عليه. أش كيدي ذاك المال كله؟ كيخرج في الفجر وكيتقدى وكيهز القفاف وكيمشي للديور كيتخفى بالسلهام وبالنقاب وكيحط أمام العتبة تاع البيوت الفقيرة مجموعة ديال القفاف فيها الطعام والشراب من ذاك المال اللي كيربح، وكيرجع للجامع. كيقولوا شكون اللي كيوضع لنا هاد القفف؟ الناس كلهم يتساءلون، وهادشي كثير، هذا مال وفير، وشكون اللي عنده هاد الهمه؟ وشكون اللي عنده هاد الكرم؟ وبقاو ما عرفوش. هو كيدير اساليب كثيره للاستخفاء لانه لا يريد ان يرى نفسه بعين التعظيم. متى عرفوا بانه هو اللي كيفعلها؟ نهار مات، نهار مات انقطعت عنه العاده.
زين العابدين ملي شافوا الحاله ديالو وبغى يعرفوا شنو هو السبب والسر اللي خلى عنده هذا النعيم كله، قال لك الخشوع في الصلاه. العلاج بسيط السي الحسين، هو انك اخي الفاضل حاول انك تحافظ على الصلاه وتخشع فيها، الله تعالى يلهمك الصواب. الا عندك مشكل في الفكر والتكوين المعرفي، راه ربي كيفتح لك فتحه عظيمه كتسمى العلم اللدني، يعطيك الله من عنده. الا عندك عدم خبره ومهاره في التعامل مع الاشياء، ربي يعطيك التوفيق. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الوالدين ان شاء الله غيقرب من الله العيون ملي تكون تخشع بالصلاه. اسال الله الكريم ان يحفظك يا سي الحسين، الله يقضي عليك الديون، راه الديون ملي كنخشع في الصلاه ربي كيفتح لي باب الرزق. وانت كتصلي الرزق راه هو خدام. كان ابو الدرداء رضي الله عنه كان في المسجد يصلي، فسمعوا بان بيتا احترق، واحد البيت فيه المونة احترق، فقالوا لعله بيت ابي الدرداء، يا ابا الدرداء ادرك بيتك لقد احترق. ويقول لهم لا ليس بيتي. قال لي باش عرفتيه؟ قال لهم انا في بيته، فكيف يحرق بيتي وانا في بيته اتعبد؟ قوة الايمان واليقين، هو في بيت الله ضيف عند الرحمن، فكيف يسمح الله تعالى في غيبته ان يحترق بيت عبده؟ لما تكون مع الله يكون الله معك، وربي غادي يكمل لك الرجاء. سي الحسين هذه شدة شدة، وكنقولوا اشتد أزمة تنفرجي. الفرج كيكون بالإكثار من الذكر، غيجيك الإلهام وغيجيك التخطيط وغيجيك التسخير وغيجيك كل ما كتمنى. أسأل الله الكريم السي الحسين أن يدفع عنك ديونك. أسأل الله تعالى أن يقوي شكيمتك وأن يثبت غرسك في عمل مبارك ويشافي الوالدين ويحفظك ويحفظ الجميع. اللهم يا ربي في ختام هذه الحلقة، اللهم اهدنا جميعا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته، ولا مولودا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسجونا إلا سرحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا المغرب، اللهم اجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، اجعل في بلدنا الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم رخص أسعارنا، اللهم أكتر أرزاقنا، اللهم ارزق فيما بين المحبة والألفة والوئام. اللهم سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم احفظه وبارك فيه، اللهم شافيه وعافيه وارزقه المدد يا الله، وانصر به الإسلام والمسلمين. اللهم أقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن وسنه الرشيد المولى الرشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة. اللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم، اجمع شمل الأمة الإسلامية، اللهم اجمع شملها ووحد صفوف القادة الإسلاميين، وأعد أمتنا إلى سالف مجدها وإلى سابق عزها. اللهم بحق قولك كنتم خير أمة أخرجت للناس، أعد أمة الإسلامية إلى القوة وإلى الوحدة وإلى التضامن وإلى المواقف المشرفة. اللهم يا رب احقن دماءنا، اللهم يا رب انزع من قلوبنا حد الشيطان، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.